شيكات ايه اللي جابها لك؟ ده انت تحمدي ربنا ان انا ما بلغتش عليك البوليس. هات الشيكات سيادتك، مش هسيبك تطلع. شيكات ايه؟ مين ده اللي هيسيب؟ اوعي 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 زي اللي عامل عامله كده. اسمع، ان شاء الله خير. هي بس تعبت شويه في الوكاله وقالت لي انها على المستشفى. ايه اللي حصل يا ابني؟ في ايه؟ الدكاتره قالوا لك ايه يا وحيد؟ لسه ما حدش خرج. طب ما تعرفش في مشكله في الحمل ولا لا؟ قدمي المشيئه يا لقاء. الدكتور خرج اهو. دكتور طمني يا دكتور، بنتي ملح. للاسف يا جماعه ما قدرناش ننقذ الجنين. تعرضت لكدمه قويه اسفل البطن، عملت نزيف داخلي وادت لموت الطفل البطن. طب والبنت دلوقتي عامله ايه؟ عملنا لها قيصريه وتمت السيطره على النزيف، بس هتفضل الليدي في العنايه المركزه بعد ما تفوق. طب وايه اللي عمل فيها كده؟ اسف لحضرتك جدا، ده مش شغلي. بعد اذنك. يا رب يا رب استر يا رب استر يا رب. ادخل. الأخبار عاملة إيه دلوقتي؟ لسه يا ابني لسه. ماما ماما. أيوة بنتي. أيوة بنتي. أنا فين؟ أنا إيه اللي حصل لي؟ إيه ده؟ ابني راح فين؟ ابني فين؟ حد يرد عليا، ابني فين؟ رد عليا انت يا وحيد. ابني فين؟ ابني مات. لا يا ابني الوزينه، ابني مات يا ماما. زي ده يرميني رمية الكلاب. انا تحت خلاص يا ماما. ابني مات. بس يا بنتي ما تعمليش في نفسك كده، حرام عليكي نفسك. اهدي يا دلال، اهدي يا دلال، ابص ايدك وقولي لي ايه اللي حصل بينك وبين يوسف. اللي حصل يا حبيبتي اهدي يا اهدي. ماما سيبيني لوحدي مع وحيد. حاضر حاضر يا بنتي، ان كان ده يريحك. حاضر. طمني طمني. طيب طمني. طيب يا بنتي على مهلك. دلال اهدي، اهدي بالراحة وقولي لي كده عايزة تقولي لي ايه. ما تخافيش، سرك في بير والله. انا ياما غلطت فيك انت وكمال، وياما اتأذيتوا مني اذية كبيرة قوي، والنتيجة ان ربنا عاقبني وخد مني ابني. طب انا كنت بتمرمطيني من كمال، مش قادرة افهمها. انا اللي اخدت من كمال 2 مليون جنيه ورثوا من امي. ازاي؟ انا مش فاهم حاجة. انا ويوسف كنا في الوكالة بنتحاسب واختلفنا، راح زايقني على الارض وضربني في بطني بغل، وابني مات. ابني مات يا وحيد. اهدي بس يا دلال، اهدي عشان خاطري، اهدي وفهميني. كنتوا بتتحاسبوا على ايه؟ واختلفتوا في ايه؟ وازاي يوسف يعمل معاكي كده؟ انا هحكي لك على كل حاجة من الاول. انت ازاي تعمل كده في مرات ابوك؟ عملت ايه مرات ابويا؟ عملت ايه في مرات ابويا؟ الله، انت مين اداك اصلا الحق انك تحاسبني؟ احاسبك ده ايه؟ ده انت قتلت ابنها. انا مش هحاسبك، ده انا هفضحك قدام الناس كلها واولهم ابوك. تفضحني انا؟ وانا وحيد؟ انت تحس في مخك ولا ايه؟ انت واعي للي انت بتقوله ده؟ انا واعي يا يوسف وبكامل قواي العقلية. بأمارة الفلوس اللي كنت بتسرقها من ورا ابوك، وفلوس كمال اللي خدتها دلال وانت لهفتها، بأمارة البضاعة المضروبة اللي كنت بتدخلها مصر. ها
اسكت ولا اقول تاني؟ اسكت ايه؟ الا انت جبت الكلام ده منين؟ جبته من مطرح ما جبته بقى. جبته من مطرح ما جبته. عامل فيها وانت عايز ايه بقى دلوقتي؟ هطلع على جدتك القديم والجديد. بس نخلص من موضوع خطف الحاج ده اللي مش فاهمين منه حاجة. بقولك يا وحيد، بلاش انت بالذات تعديني. ما تعدينيش. انت غلبان. وما تخليش العقربة اللي اسمها دلال دي تلعب لك في دماغك. انا عارف ان هي اللي مسخناك. بلاش. لو في كلمة واحدة في اللي انا قلتها دي غلط رد عليا. هي مستعدة تواجهك. تواجه ايه ومستعدة ايه؟ انت عبيط. دي حرامية يا ابني. دي متجوزة ابوك عشان تقلبه. ما هي لقت اللي بيقلبه كتير. قالت يعني هي جت عليا. انت اللي شجعتها يا يوسف. شجعت ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت تعرف ايه عن شغلنا؟ الوكالة دي انا اللي بنيها على كتافي دول. انا والحاج وبس. بقول لك ايه؟ ملوش لازمة الكلام المترتب ده. أنا عايزك ترد على سؤال واحد بس هسأله لك. اتفضل. اتفضل يا وكيل النيابة. ما أصل أنا حاسس إن أنا أفتح إيه؟ اعتبره كده إذا كان ده يريحك. السؤال بقى يا يوسف، أبوك يعرف إنك بتعمل شغل لحسابك من وراه؟ مش شغلك! مش شغلك! الوحيد اللي من حقه إنه يسألني السؤال ده هو الحاج وبس. ماشي يا يوسف. ماشي. عشان كده بقى انا هحتفظ بالبلاوي السودا اللي عندي دي لغايه ما نخلص من موضوع الحج. بعد كده لينا كلام تاني كلنا. كلنا؟ كلنا ايه؟ هو الحواديت البايخه اللي انت عمال تحكيها لي من الصبح دي في غيرك بيقعد يلكلك فيها؟ مش مهم تعرف اي حاجه دلوقتي، انك هتعرف كل حاجة بعدين. الحمد لله على سلامتك يا ست دلال، نورتي بيتك. الله يسلمك يا جنة. تحبي تريحي هنا شوية ولا تطلعي فوق اوضتك على طول؟ لا تستريح فوق أحسن، الجرح لسه جديد والقعدة مش حلوة علشان. لا يما سيبيني، أنا عايزة أقعد هنا شوية. خلاص يا حبيبتي، اقعدي هنا وارتاحي واشربي أي حاجة قبل ما تطلعي تنامي. برضه ما استنانيش ولا كلف خاطره وجي المستشفى يسأل عليا. ده أنا لو كلبة في بيته كان زمانه اطمن عليها. قصدك على سيد؟ لا بس يعني لا مؤاخذه في دي الكلمه، ما يصحش يعني من جه ما تجيش من سيد ولا من يوسف. بس يا ماما مش عايزه اسمع اساميهم تاني خالص. انا عايزه بس اشد حيلي واخلص شويه حسابات وامشي من البيت ده اصلا. تمشي فين بس يا ست دلال؟ ما حدش هيسمح لك تمشي من هنا. ما تتكلم يا سي وحيد. ما حدش هيمشي من هنا يا جنة. ما خلاص كلنا هنعيش مع بعض. ايوه بس من غير ما نعمل اي مشاكل تاني. جرى يا حاجة، ما تجمدي قلبك. امال هو الخوف مشي من عندي وجالك انت ولا ايه؟ انا يما انا الكلب الدون يعمل معايا انا كده؟ اصبري بس يا بنتي، ما تعمليش في نفسك كده لغايه ما نعرف راسنا من رجلينا، لغايه جرحك ده ما يلم. ده انت يا ضنايا لسه خارجه من عمليه. ما تخافيش عليا يما، انا كويسه. انا بس جوايا نار بتغلي مش قادره، ومش هستنى لما الغندوره اللي معاه تاكل دماغه اكتر من كده. بايدك ايه تعمليه؟ لا ده انا بايدي كتير قوي، ده كل اسرار شغله معايا، ولو حكمت يما هقتله. ما خلاص، ما انا كده كده مستقبلي ضاع. لا الكلام اللي بتقوله ده خطر، خطر عليكي قوي يا بنتي، فوق لنفسك. المعلم سيد لو سمع الكلام ده ممكن يضيعك، مش هيفوتها لك. ما تخافيش عليا يا يما. لا الكلام ده كان زمان يا ضنايا، لما كان خلاص مفيش على الحجر غيرك تتدلعي وتتبغددي زي ما انت عايزه. لكن دلوقتي لا، الحاج
عينه زاغت على واحدة تانية ممكن تاكل عقله تضيع الدنيا كلها. فوق نفسك يا دلال، لازم تعرفي ان الحاج سيد قرصته القبر. يبقى انت لسه ما تعرفيش بنتك. والله العظيم لو فكر يعملها لخلص منه القديم والجديد. ولا يعني خلاص عشان ابني منه مات. لا انا برضو لسه ليا عنده حقوق. اما العقربه بقى اللي معاه دي انا هوريها اعمل معاها ايه.